2002 من تما بدات المسيره ديالي. لعبت سيدي بطوله العالم في ميريكان 2010، ولعبت الالعاب الاولمبيه ديال البارا اولمبيه في 2012 في لندن، ولعبت بطوله العالم في بولونيا 2014، وادخل الالقاب الافريقيه والدوليه. ما كاين حتى التفاته، حتى واحد ما سول وحتى واحد ما قال لي شنو درتي ولا حتى حاجه. كنوجه النداء للزملاء ديالو ديال المنتخب الوطني اللي منهم عبد الرحيم انيس ومحمد فضله وعبد الغني فويتير ويونس جابو اللي دوروا ليا وتكلموا معايا وهذاك الشيء. اما شي واحد حتى واحد ما دور ليا شي حاجه. المسؤول ديال المدينه تمرنا منهم سيد العامل ولا سيد الباشا ولا رئيس الجماعه، كلهم خاصهم يعاونوا هذا البطل لان عطيت شي الكثير لهذه المدينه هذه. سمعت في حقي ومثلت البلاد احسن تمثيل، وعندي القاب اللي كيهضروا عليا. انا دابا ما عنديش 10 المليون، كنتمنوا من الناس المسؤوله ديال مدينه التماره واللي يغيرون على هذه الرياده هذه يعاونوا هذا البطل. وكنوجه الرساله عاوتاني لوزاره التضامن الداخليه والمؤسسه محمد السادس للابطال الرياضيين. كنشكروا السيد منصف بالخياط ولا سعيد بالخياط ولا الاعضاء ديال المؤسسه محمد السادس. كنقول لهم خاصكم تعاونوا هذا البطل هذا، ما يمكنش انايا نشرد انا وليداتي الزنقه. ما عنديش 10 مليون ومليون ديال النوطير، ما عنديش من نجيبها. هادشي اللي كاين، نتمنى من الناس المسؤوله ديال مدينه تمارا يشوفوا لي هذا الحل هذا. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.